اتخذت الوزارة إجراءات وصفت بالتعسفية ضد بعض الضباط اللي يمكن عددهم 1500 أكو إجراءات. أنت حتى في واحدة من مؤتمراتك قلت أنه أكو 1000 منتسب أو 1000 ضابط، هل بسبب الفساد هذا تم إخراجهم من الخدمة، تم فصلهم؟ عندنا يعني تقصد اللي طردتهم المحاكم؟ أنت تحدثت عن هذا الموضوع. إيه نعم، يدولا بسبب الفساد، يعني البعض يقول تعسفية عدد كبير. لا لا أبدا. أنا أول يوم التحقت الوزارة قلت لهم لجماعة عدد كبير من الضباط موضوع، وأيضا هذا التوجيه. هذا مو مؤشر خطر هواي العدد؟ إحنا تعاطي الرشوة ما نسهل به، اللي يثبت به عليه متعاطي للرشوة وثبت عليه بشكل قاطع القضاة اخذوا قرار بطرده، طرده من الخدمة. وهذا الشيء أنا أعتبره يعني تنظيف، بس العدد كبير حتى لو كبير تنظيف الوزارة، ما ممكن نخلي ناس سيئين. بس هذا ما يعطي يعني مؤشر سلبي للناس إنه هل عدد من الفاسدين موجودين؟ هذا ناتج عن ضعف الإعداد، ضعف إعدادهم لهؤلاء الضباط والمنتسبين. يعني في فترات سابقة كانت كمية على حساب النوعية. نعم. احنا يجب ان نعد الضابط منذ تخرجه من كليه الشرطه ودخوله وغيرها وتطويره واعداده، نتعب عليه. ما راح يكون عندنا هذا العدد بعد فتره طويله. فما تعتبرها اجراءات تعسفيه أو ظالمه؟ ابدا مو ظالمه، هذا اخذ جزاء العادل او تسيء الى الداخليه. لا لا، اخذ جزاء العادل ومستمرين في هذا الموضوع، لا تراجع ولا باي، يعني ما تاخذنا بالحق لو ما تلعب.